لو الحكاية فيها إن فيتو تاكلي إيه في الشم النسيم؟ أنا بفضل الرنجة عموما، يعني هي أكتر حاجة بالنسبة لي. طب إيه اللي بيكرهك في الفسيخ؟ الريحة. بنحب ناكل فسيخ ورنجة وملوحة ونلون بيض وبصل. أيوة أنا مستنى أصلا كل سنة عشان بحب الحاجات دي. أي أنواع السمك؟ أنا بشوف السمك أضحك عموما. بحب الفسيخ طبعا، أنا بحب أكل فسيخ عموما. والله أنا يعني من عشاق الأسماك، ما بحبش أجيب الفسيخ ولا الرنجة، ده لغرض التعب بتاع المعدة مش أكثر ولا أقل. لكن طب اليوم ده هو دينا بناكل فيه أسماك. يعني بحب الرنجة جدا، وبحب أكل تونة معاهم، وبحب طبعا الحاجات اللي جنبها. الأكلة الطبيعية كلها لمصر عموما، مش الفسيخ والرنجة. بناكل فسيخ ورنجة. رنجة ولا فسيخ ولا. طب ليه؟ مش عارف، مش متقبل الفكرة. طب حضرتك تشتريه رغم التحذيرات؟ مش عارف، عشان التحذيرات عشان الأسعار. مصر كلها بتاكل الزلط، مش بتاكل الفسيخ، بتاكل الزلط. لا هو طعمه غريب ومش اي حد ياخد عليه، يعني عايز يعني تقلفيه شويه يعني. لكن الاجيال الجديده كلها ليها طبائع خاصه في الاكل مختلفه. طيب يعني بتعملوه في البيت ولا بتشتروه من بره؟ لا بشتريه من بره. لا في البيت لا ما كناش نعمله في البيت قبل كده. انا صعب تعمله في البيت، عندها قرايب من اسوان بيجيبوا لي على الملوحه دي من اسوان. لا ما خطرتش في بالي، مش للدرجه دي يعني، مش متلهفه عليه قوي للدرجه دي لدرجه ان انا اخش في عمايل وكده يعني.